ممتاز، خلاص يا خالد روح. انا بتفرج عليكم ومستمتع بكلامكم في موضوع شيكابالا. ايه رايك انت؟ قول لنا رايك بقى، انت زملكاوي كبير، قول لنا رايك. بص بص يا كابتن مدحت، انا اقسم بالله العلي العظيم الخبر نزل لي قلت الكلام ده كده من غير ما اعرف. قلت الكلام ده مش حقيقي. فالناس سالوني على الفيسبوك عندي، يعني سالوني. طب اقول لهم اولا طبيعي جدا لما يكون لاعب جاي من بلد يعني في كره القدم بالنسبه للانديه الكبيره بلد عاديه، اما لاعب يجي من النادي ده لنادي اخر ما ينفعش يجي اعاره، دي نمره واحد. يعني هو مش جاي مثلا، الاعاره دي بتكون لنادي خليجي مثلا زي حسني عبد ربه زي بتاع، لكن واحد لنادي ايطالي اعاره ده يعني ما ينفعش. ده يعني حجازي راح نهائي، ما فيش حد اعاره صح؟ يعني يا كابتن انا اجيب لاعب مصري من ايطاليا يلعب عادي اعاره سنه ويرجع. لكن واحد ياخد لعيب من مصر يروح إعارة سنة في نادي نابولي ويرجع، ده ما بيحصلش، لأن اللاعب عشان يتأقلم ما ينفعش، ممكن هيلعب كم ماتش في السنة. طب أنت شايف الحل إيه يا كابتن خالد؟ يا كابتن بص هقول لحضرتك حاجة، الكلام اللي بيتقال، أنا للأسف أنا علاقتي كويسة، يعني أعرف كويس قوي أستاذ ممدوح عباس. ممدوح عباس للأسف عنده مشكلة ساعات إن هو بيصدق، وده يعني ده عيب وميزة. أنا واحد زائد واحد يساوي اتنين، ما ينفعش معاك يقول لي 3 مليون يورو لاعب هياخد 3 مليون يورو في اعاره سنه ولاعب من مصر وراح ايطاليا. انا اقول لك ان في لاعب نجم منتخب كرواتيا منقول لسه منقول ب 3 مليون 3 مليون يورو ونص 4 سنوات، وده 4. نجم اللي بيلعب في نادي في في في, في, في المانيا انتقل لنادي الماني اعتقد بايرن ميونخ، يعني ايوه الرقم كبير قوي. يعني ما اتحبكتش حتى اللي عملها ما حبكها. طب انا عايز اسالك كابتن خالد، خلاص احنا متفقين في دي، انت كراجل زملكاوي حل المشكله ايه؟ بتكلم بقى على شيكابالا، حل المشكله ايه؟ والله يا كابتن بص اللاعب اقسم بالله للاسف ان انا يعني الواحد مر بالظروف يا كابتن، وكابتن طارق وزيد قال لي في مره كلمه عمري ما نسيتها. كنت عملت مشكله زمان مع الكابتن جوهري، قال لي بص يا استاذ خالد السنه اللي بتضيع من عمر اللاعب ما بترجعش تاني. يعني انت اللاعب يا كابتن 10 سنين ربنا سبحانه وتعالى بيديلك موهبه سماويه ممكن تستفيد منها وتعمل منها ملايين ومليارات من صحيح حب الناس ومن فلوس. برافو عليك. لكن انت هتعدي شيكابالا عنده 26 سنه وشويه. شيكابالا تخيل ان شيكابالا واخد بطولات يا كابتن، يعني شيكابالا واخد بطوله افريقيا للامم لكن مش مساهم فيها. واخد مثلا كاس مصر بس مش مساهم فيه. واخد قبل كده معانا بطوله افريقيا لعب ماتش مثلا او حاجه، مش مستهدف. ملوش دور حقيقي يعني. مفيش دور حقيقي زي ابو تريكا مثلا. طبعا لا لا. زي بركات، زي محمد عبد الوهاب الله يرحمه. لا لا لا. يعني انا قصدي ايه؟ شيكابالا حرام عليك يا ابني اللي انت بتعمله في نفسك ده. يعني انت شايف الحل هو في توجيهك الكلام ده لشيكابالا، مفيش حل تاني. يا كابتن انت دلوقتي عملت مشكله، وكلنا يا كابتن في اوقات يكون عندنا عدم وجود للثبات الانفعالي. يعني بتتعصب فبتطلع عن عصبيتك وممكن تقول لفظ، ممكن تقول حاجه وبعد كده ترجع تهدى وتقول ايه اللي انا عملته ده؟ وتتاسف. سمير نصري، سمير نصري هيتوقف سنتين بس قال لك ايه؟ انا 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 مش عارف انا اللي عملته معطاه وانا بتاسف وانا بعتذر. طب الطبيعي جدا لما شيكابالا يعمل كده على الاقل يطلع يعتذر، على الاقل يطلع يعني الناس بتحبه يعتذر لكابتن حسن شحاته ويمشي، لكن ده ولا اعتذر ولا بيقفل تليفوناته مختفي. وعرفت ان هو كان في الغردقه او في الجونه بيتفسح. الجونه ما اعرفش ايه بيتفسح اي حته بقى. يعني انا قصدي يعني شيكابالا مش عارف قيمه الموهبه اللي هو فيها وبيضيع مستقبله وبيبص تحت رجليه، وده غلط. الانسان بيتبني كلاعب بقيمه البطولات اللي بيجيبها لبلده النادي. ابو تريكا بلا بطولات بلا انجازات بلا اهداف تاريخيه لا قيمه لابو تريكا. طبعا طبعا في اهدافه التاريخيه. برافو عليك برافو عليك. لكن اللعيب ياما لعيبه جت ومرت على مر السنين يا كابتن واحسن مننا 100 مره. يعني انا بص انا كابتن ما لعبتش منتخب مصر كتير. دايما اقول بتباهى اقول لك ايه؟ اقول لك خالد غندور انا اكتر لاعب جبت بطولات في نادي الزمالك في التاريخ. يعني انا بايه حاببها يعني يا جماعه انا جبت بطولات للنادي، انا جبت بطولات كتيره فدي بتفرحني. لكن انا طبعا ده تاريخك ماتشات حلوين ايه قيمتهم؟ يعني لعبت 15 ماتش حلو
بيتنسوا يا كابتن. ربنا يهديك يا خالد، احنا المهم ظبط لنا العشاء المحترم ان شاء الله. ان شاء الله يوم الجمعه ونعزم كل الاعلاميين راضيين، وتكون بدايه كويسه لينا كلنا ان شاء الله يا حبيبي. طيب 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 طيب. انا هقول لكم تفاصيل عشان الاعلام مصر كلها عندنا. شكرا يا كابتن خالد، اشكرك يا حبيبي اشكرك. طيب خلاص، هو الموضوع